دكتورة سهى، هي دكتورة. هنشوف مع بعض، مش هحرق لكم قوي عشان في حاجات ما ينفعش تتحرق. هنقابل بقى أبطال العمل ونبتدي مع بعض بقى رحلة الهروب والتخلص من الزومبيز. الناس كلها حلوة قوي، لذيذة قوي، بيحبوا بعض قوي، كلنا خدنا على بعض بسرعة وحبينا بعض بسرعة. يعني أنا بقالنا كتير قوي بنصور، بس أنا بجد زعلانة إن الفيلم خلص. الفيلم إن شاء الله نازل في العيد، مش خايفين من المنافسة؟ لا خالص، انا حاسه ان السنه دي العيد الافلام اللي في العيد كلها مختلفه قوي. يعني حتى لو في فيلم تاني كوميدي، احنا كوميدي عندنا نوع تاني خالص، لان هي مش بيور كوميدي. فحاسه انه عادي السنه دي، مش فيلم هتدخل ده ولا ده، لا انت هتدخل الثلاثه لو عايز، ومش هتحس ان اي في حاجه فيهم مشتركه. فاهمه قصدي؟ كلمينا عن مسرحيتك الجديده. بعمل مسرحيه اسمها صافي وفافي، اخراج استاذ خالد جلال، بطوله النجمه يسرى. مبسوطه جدا ان انا بحب فنانه يسرى قوي، مبسوطه اني اشتغل معاها تاني بعد حرب اهليه. هي بني ادمه جميله فنيا وانسانيا، ووجودها اصلا معاكي في مكان واحد بيديكي طاقه ايجابيه كده. ايه دورك في المسرحيه؟ بعمل طالبه في ثانوي، طالبه مشاغبه شويتين ثلاثه. ده تاني تعامل مع يسرى، هل اديتك نصايح وعامله وازاي يسرى في الكواليس؟ يسرى في الكواليس احلى من في البرامج واحلى من في التصوير. هي بني ادمه جميله جدا. يعني انا فاكره اول مشهد جمعني بيها في المسلسل، كنت متوتره جدا قاعده قدامها ومش عارفه بقى ايه، هعمل وحش هعمل حلو، ففضلت ساكته وعملنا خدنا اول تيك. فراحت بصالي كده قالت لي انت اسمك ايه؟ قلت لها بسنت. قالت لي شاطره. قلت لها بجد؟ قلبت بقى بيبي. لو قعدت تديني كلام كتير، قلت لها اني عند مسرحيه استاذ خالد جلال، مسرحيه ثانيه بعمل دورها في فيلم. فقعدت تقول لي ايه ده الفيلم ده كان صعب، قعدت تحكي لي على كواليس الفيلم وكواليسها مع يوسف شاهين. فهي بني ادمه بجد جميله. باباكي ومامتك نجمين كبار، كان نصايحهم ليكي ايه؟ وبيبصوا وهم يختاروا معاكي الادوار؟ لا مش بيختاروا معايا، انا بتشاور معاهم باعتبار ان احنا اصحاب. يعني اللي هو بحكي لهم زي ما بحكي لحد صاحبي، والله كلمني فلان قال لي عندي الدور الفلاني، انا حاسه مثلا انه حلو عشان كذا كذا. فلو ما عندهم راي يقولوا لي فعلا حلو او لا مش حلو قوي كده، والعكس. بس رايهم مش الزامي، يعني احنا بناخد راي بعض كده بنحب. ايه نصايحهم ليكي لما جيتي دخلتي الفن؟ اني ما اخافش اقول لا، اي يعني دور مش عاجبني ما اعملوش.